السلام عليكم، تحياتي لكم. اليوم كنت واجد بالعرض ديال صحابي وخوتي اندو تخوا صغير. تبارك الله العرض داز طوب. برافو رشيد، برافو يسار، برافو اختي دنيا، تبارك الله عليكم. وان شاء الله الله يوفقكم في اللي جاي ان شاء الله. شوف انا الا جابتها زعما الا جابتها الفرصه مستقبلا علاش لا، حيت حنا راه خوت صحاب عائله بعضياتنا. حاليا عندي التزام انا مع البومبا كوميك، عندنا جوله ان شاء الله قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. كاينين عروض غتلقاهم في وسائل التواصل الاجتماعي ديال فرقه البومبا كوميك. كيفاش كيجيك تشتغل مع ياسين عبد القادر؟ ياسين عبد القادر هذاك السيد صاحبي وخويا وعشيري، وكتجمعني به بعدا واحد العلاقه ديال الاخوه ابار الخدمه. عاد في الخدمه كنتفاهم معاه بزاف، وتحياتي ليه ورا عشيري هذاك، تحياتي لك اخويا ياسين. شوف انا راه قلت لك سبيكتاكل داز تبارك الله طوب، رغم الضغط اللي كان عند لي زارتيست بحكم الاعمال اللي اونجاجين فيهم في التصوير ديال الاعمال الرمضانيه، فتوفقوا بزاف بزاف اليوم في السبيكتاكل. راه قلت لك داز طوب، انا راه ضحكت وضحكت مزيان والله. الله يوفقهم والله يسهل عليكم، تحياتي. كيفاش كتشوف دنيا فوق الخشبه؟ ودنيا مدرسه ممثله كتبقى كبيره، وحنا الجيل اللي طالع دابا راه كنتعلموا منها بزاف، لا هي لا ممثلين سبقونا في الميدان، راه حنا كنتعلموا منهم، فكيبقاو اساسيده ديالنا هادو. شوف من طبيعه الحال ضروري غيكون تطور، راه اي حاجه كتطور مع الوقت، راه التليفونات كيتطوروا مع الوقت، الفراش ديال الدار كيتطور مع الوقت، الوغ حتى العروض المسرحيه راه غيتطوروا مع الوقت. يعني هاد لا جينيراسيون اللي كاينه دابا ماشي هي الجينيراسيون القديمه، هادوك تيبقاو كما قلت لك اساسيده ديالنا وتعلمنا منهم بزاف، فحنا كنحاولوا نمزجوا بين ستاند اب والمسرح، فهذا كيعطي واحد السيل مختلف على باقي العروض المسرحيه اللي كنعرفوها. اخي اسماعيل، شنو العمل اللي كنقدر نشوفه في رمضان؟ انا عندي في تيلي فيلم اللي ان شاء الله اللي غيكون في رمضان في قناه الثانيه، بطوله مع الممثل الكبير رفيق بوكر، غيكون ان شاء الله في رمضان. وكاينين بعض الحلقات وبعض المسائل ديال بومبا كوميك اللي غتكون ان شاء الله حتى هي في رمضان. الله يحفظك. واخا تكلمنا على التواجد ديالك. السلام عليكم. بعدا اليوم الحمد لله كتب لينا اننا نتواجدوا في العرض ديال ان دو تخوا سوغيغ اللي كيجمع بين ثلاثه ديال الفنانات تبارك الله عليهم، رشيد رفيق ويسار ودنيا بوطازور. تبارك الله العرض 100% ديال الضحك، ما غتسكتش من الضحك. تبارك الله عليه، كان ما كانش ما كيخليوش لك واحد الفراغ بين تحبس الضحكه من هنا وتعاود تضحك في الكاك اللي جاي. تبارك الله عليهم، سبيكتاكل زوين زوين زوين، ونتمنى لهم يا ربي مسيره موفقه في هذا السبيكتاكل ان شاء الله. كيفاش كيجيك الاشتغال في البومبا كوميك؟ الاشتغال ديال البومبا كوميك هو الاشتغال مع العائله، حنا عائله عندها واحد الافراد ديالها، لا ما بين الطاقم التقني لا ما بين الطاقم الاداري لا ما بين الممثلين ديالها. تبارك الله كيدوز الاجواء زوينه بزاف، ونتمنى يا ربي يسر لينا. واخا شنو الرساله اللي توجه لياسين عقاد؟ خويا هذاك الرساله اللي غنوصل ليه دابا، يتوحشتو. توحشتو بزاف. بالنسبه لكم كاين شي اعمال مستقبليه ان شاء الله في رمضان؟ ايفيكتيفمون مشارك في واحد التيلي فيلم اللي غادي يدوز ان شاء الله في رمضان، جاب الربحه، نيت مع الممثلين اللي معنا في الفرقه ديال بومبا كوميك، كاين خالد الزبايل، كاين ياسين عبد القادر، كاين اسماعيل بابويه، رفقه الفنان الكبير والشهير رفيق بوبكر. نتمنى يا ربي ننالوا الاعجاب ديالكم.